دائما مع دوري كأس الأميرة محمد بن سلمان. وفي مباراة ثانية استقبل الهلال بسبع نقاط من ثلاث مباريات، استقبل الاتفاق صاحب النقاط الست من اربع مباريات. مدر الضوان جولات الماضية يقود المباراة هذا المساء بحلة جديدة بابتسامة واثقة. لم يقدم الاتفاق أي جديد أمام الهلال عندما عدنا لعشر مواجهات سابقة انتهت كلها لمصلحة الأزرق ما عدا حالة تعادل واحدة، وهذا ليس بمقياس. المقياس اختل بداية عند عبد الله المعيوف، فلم يعرف إلى أين ذهبت الكرة بفرصة للاتفاق، ثم انقطع بعدها الإرسال. الشبكة بأسرها استحوذ عليها الهلال. ماذا تريد؟ اختراق من المنتصف، ضغط عالي عند فقدان الكرة، كمية استحواذ. القائم رد كرة غوميز لكن المرمى يعاني كثرة المحاولات. فرصة هلالية رائعة جدا، نقلات هلالية البرازيلي بيريرا بتمريرة سحرية وضع موسى وجها لوجه مع مبولحي، وتفوق ماريجا بالمخ لا بالعضلات. هدف يكفي لإسعاد المدرجات والمعيوف بإجازة بعد أن انتهى أول اللقاء. كثرة الضغط تولد الأخطاء وتبادل للكرات في المكان المحظور، وبيريرا يحلل قيمته الفنية والمادية بتمريرة وضع فيها غوميز أمام الشباك. السيناريو تكرر، غوميز وجد نفسه بنتاج أخطاء دفاعية بعد تمريرة ذهبية، وجد نفسه يحتفل بطريقته المعتادة. الهلال كأنه عاد إلى شخصية الموسم الماضي، لكن من ينسى ما فعله الاتفاق أمام الشباب حين عاد من تأخر بالثلاثة إلى تعادل، وهزاع الهزاع قلص الأرقام. قبل دقائق قليلة وسط ارتخاء الدفاع الأزرق، سنوس الهساوي أشعل فتيل رعب العودة في قلوب عشاق الهلال، لكنها عدت بسلام بكامل النقاط. وبقي أن نشير أن الاتفاق المحير بالأداء لم يكن راضيا على أداء الحكام في اللقاء. مدير رضوان صدى الملاعب.